الرحمن الرحيم. ونهار كبير عند الوليدات كبير عند الاباء، نتمنى من الله يوفقهم ويوفق الوليدات ويوفق جميع المنخرطين وجميع الناس اللي غادي يدوزوا الامتحانات ديالهم ان شاء الله هذه السنه. وكل شيء راه وليداتنا، راه الحمد لله كيبان الاجواء مزيانه هنا في حد سوان وفي خصابات الثانويه. راه كاين الحمد لله كان الامن الصباح، كنا من الصباح هنا كان الامن وكان رجال السلطه وكانوا ينظموا هذا الشيء، وكان الحمد لله الامور غدا مزيانه. ونتمنى من الله يوفق الوليدات حتى من الناس ديال الصحه راه كاينين هنايا، هذا الشيء كيبشر الخير يعني. منظم والاباء هنا راه منظمين ولا كيتسناو وليداتهم، الله يوفق الجميع. انا سمعت الورقات، سمعت الورقات بزاف ليا. انا خويا بعدا لا ما خدتش صاحبي، ماشيني سمعت صفحات بزاف ليا، لا صفحه وحده قالوا لي عطينا عناوين ديال الدروس ما عطيهمش ليا انا صراحه. والو محافظ كيفاش كان التعامل؟ الاستاذ خذا لي التليفون خلاني ما درتش والو. كيفاش كان التعامل؟ حنطني. كيفاش كان التعامل؟ التعامل ديال الاساتذه استاذ تعاملاش معنا، ولكن الاستاذ في استاذ مش عامل. كانت شي نقله؟ النقله كاينه، النقله على الريال اللي معاولين حنايا، النقله راهي كلشي اصاحبي، ما بديتيش النقله ما بديتي والو. الكيش خويا الكيش خسرات ليا. وفقك جميع السنين ان شاء الله. دعوه اخي اللهم يسر ولا تعسر اخوان. لا شوف امتحان صراحه هو هذاك والله الا كنت انا هو الجامع الامتحان، ولكن ما قالش واحد خطنا راه هو فريد، ولكن المشكل راه خاص تلقاو حل. هذاك الشيء اللي كيسربوا الفروض وداك الشيء راه حشومه عليهم. دابا حنا كنضربوا العام كامل وحنا نحافظوا، ويجي واحد صاحبي نقول اش غنديروا له هذا الشيء؟ والله الا حرام عليهم. داز صعيب الاجواء، كي داز اجواء زوينه ولكن داكشي صعيب كيخيب الاجواء. النقله والو ما خلاونا نديرو والو، كاع الجباد كيقول لك تعال ريح داكشي بعداك، داكشي صعيب. حنا راه حافظين حنايا، راه سبعه الوراق راه حافظين والله. عيب هادشي، هادشي عيب. داكشي اللي قريناه راه حطوه، ولكن داكشي اللي قريناه راه ملي جينا هنا ما لقينا والو. واش انا ثلاث شهور ديال البريباراسيون وكنجي في الكراج ديال مدينه الاول؟ والله سهل الامر. التعامل ما كون خل التعامل في المستوى، هذاك الشيء راه تنظيم كاع. ولكن حنايا كنتمناو يتعاونوا معنا الاساتذه المصححين، تقادوا لنا النقطه راه حنا ضربنا تمار على هذا الشيء، غيتعاونوا معنا شويه. التنظيم كان زوين كل شيء مزيان، خاصنا هذا الشيء اللي كان صعيب. الله يحفظك. هو طويل بزاف، ما اللي فاهم اللي فاهم غادي يدير، ولكن شنو ندير؟ ندير شي 14 15 امتحان صعيب. شفت النقله كانت دايره ولا والو؟ كاينه نقله الاول، داكشي اللي قريتو هما اللي حطوه ولا حطوا شي حاجه صعيبه؟ اكيد هما خاصك تكون اسكون فاهم بزاف، ما داكشي ما زادو ما صعيب، حطوه صعيب بزاف. شويه صعيب صراحه، حطوا الشيمي شويه معقده، وفاش كتخدم الشيمي كتمشي لشي الاخر كتلقاي راسك، حيت في الاول دي موتيفيتي وفي الاخر. ولكن صافي الحمد لله. الوليدات قبل منك انا الوقت ما كفاكمش. الوقت كافي، الوقت كافي، غير هو داكشي داكشي. والامتحان قصير يعني ثلاث سوايع. عادي في القسم اللي جيت فيه انا كان داكشي عادي، المهم كان داكشي عادي، المهم كنحرصوا عادي. من الاخير الاساتذه والدراري الله ينجح كل شيء و اش كتشوف الله ينجح كل شيء، ويا ربي نجيب 18 واخا ما خدمش مزيان، هو المستحيل وليس مغربي. كان في المستوى على العموم، وكانوا الاسئله شويه صعاب و صافي يعني ما عندنا ما نقول يعني. داكشي اللي قرينا حطوه لينا كانوا مشدين لنا الحراسه في القسم ديالنا. ضبطوا شي حالات غش؟ لا ما ضبطوا حتى حالات غش، ما كانوا محاولات ورايا كنسمعهم كينقلوا. كلمه لهذا الشباب وش دعوه لكم؟ كنتمنى زعما كلشي ينجح على صعيد المغرب كامل، وكنتمنى زعما كنتمنى حنا ننجحوا بلاد المنال وكلشي ينجح ان شاء الله. شكرا. الامتحان كان صعيب وصافي، شنو نقول؟ الشيء مش شويه سهل، ولكن الميكانيك صعيب بزاف. كيفاش كان التعامل الاساسي معاكم؟ دارو خدمتهم الصراحه، خدمتهم مزيان. يعني حطونا داكشي اللي قايتهم ولا قايتونا؟ لا شي حوايج زعما راه جا شي حوايج، ولكن ما تحطوش وداكشي اللي ما راجعش ولا تحط وصافي. الاسئله في المتناول، كلشي داير خدمته، كلشي مزيان، كلشي غينجح ان شاء الله. بالنسبه للنقله كاين شي نقله؟ لا ما كايناش النقله. النقله الاول اللي بريبارا غينجح، اللي ما بريباراش سالين. صباح رياش بلاصتي رياش
راه شي واحد ما جاوش شي طاولات وجاو في طابوريات راه شي بلاصه مقنزه فاش ريحت ما جات اللجنه لا جات عندي اللجنه بحال هكا قدر ماشي من بعيد دوزت عليه السكان الهبط دوزت عليه السكانر فهمتي حيت داو لي التليفون راه مسج فاش ما فهمتش خويا حنا هادشي راه ما قرينا والو انا حق خلينا ما درنا خويا ما بغا خويا الميكانيك صعيب اخويا شوف صراحه شوف اللي يخدم مزيان وداك الشيء غينجح ان شاء الله داك الشيء مزيان تكون واقع داك الشيء مزيان فهمتيني تعاب وزوين حراسه مشدده تكون واقعيين لا ما كاينش نقله بالسول واقعي النقله اوه فهاد المدرسه هادي والو الامتحان كان صعيب وكان الامتحان كان صعيب اي حاجه كتراجع ما كتحطش والوقت دغيا كيدوز وما توفقناش كانت شي نقله كانت شويه حرام نقلات معامل لا معامل ديال الاساتذه تعاملوا معانا كيسلموا علينا دعوا معانا وصافي اذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك بقناتنا بلازوار تي في دائما في قلب الحدث